لقاءات دولية في منتدى دافوس للاقتصاد العالمي وسط تصريحات عربية وأمريكية تحذر مما أسموه الخطر الإيراني. بعد فشل محادثات جنيف الشهر الماضي، جولة جديدة من المفاوضات السورية بين وفد الحكومة والمعارضة. ونتنياهو يلتقي بوتين في روسيا الأسبوع القادم، ومحادثات عن الأوضاع في سوريا وتمدد النفوذ الإيراني في المنطقة. نشرة الأخبار من A24 نيوز، مرحبا بكم، نستهلها من دافوس. التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم في منتجع دافوس في سويسرا برئيس الوزراء الإسرائيلي، وقال ترامب لنتنياهو أنه أزاح قضية القدس من ملف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فيما أكد على نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس في وقت ما خلال العام المقبل. ويعقد ترامب في دافوس مشاورات مع رئيسة الحكومة البريطانية تريزا ماي وأيضا مع الرئيس الرواندي. ويعد ترامب الذي يشارك في المنتدى بصحبة 6 وزراء أول رئيس أمريكي يشارك منذ عهد بيل كلينتون عام 2000. فيما قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في جلسة نقاش ضمن المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس إن الثورة الإيرانية ومنذ عام 1979 تسببت في تغيير منطقة الشرق الأوسط إلى الأسوأ. ولفت الجبير إلى أن إيران أسست حزب الله في لبنان وميليشيات الحوثي في اليمن ومتورطة في هجمات استهدفت سفارات ودبلوماسيين. من جانب آخر، أجرى وزير الخارجية عددا من اللقاءات الثنائية مع رؤساء ووزراء وسياسيين بحث خلالها سبل تعزيز التعاون المشترك ومستجدات الأوضاع في المنطقة والعالم. أما بدوره، حذر الغاهل الأردني الملك عبد الله الثاني من خطر التوسع الإيراني في المنطقة ومن المخاطر التي تواجه عسكريا إياها. ورأى الملك عبد الله الثاني أن السعودية تنتهج سياسة في المنطقة تهدف إلى رسم خطوط حمراء أمام طهران. وفي الشأن المتعلق بالقدس، طالب العاهل الأردني بأن يكون ملف المدينة ضمن إطار حل شامل للفلسطينيين والإسرائيليين. ولفت الملك عبد الله الثاني إلى أن لدى الفلسطينيين خيبة أمل ويشعرون بأنه ليس هناك وسيط عادل بعد إعلان واشنطن اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل. أكدت الرئاسة الروسية أن الرئيس فلاديمير بوتين سيستقبل الاثنين المقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثناء زيارته إلى روسيا. هذا وبحسب الكرملين ستتم خلال اللقاء مناقشة القضايا الحالية المرتبطة بالعلاقات الثنائية ولتبادل وجهات النظر حول عدة قضايا دولية وإقليمية، أهمها الأزمة السورية والمفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية. وتأتي زيارة نتنياهو إلى موسكو بعد إعلان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن مقترح موسكو بخصوص عقد لقاء بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يزال على الطاولة دون شروط مسبقة. قال سفير قطر في موسكو فهد بن محمد العطية إن الدوحة في مرحلة متقدمة من المحادثات مع روسيا لشراء نظام S-400 دفاعي صاروخي. وقال العطية إن الاتفاق بشأن التعاون العسكري والتقني بين البلدين الذي وقع في أكتوبر تشرين الأول الماضي فتح المجال لمزيد من التعاون بين البلدين في مجال الدفاع. وأضاف السفير القطري أن هذا التعاون يشمل تقديم الأجهزة العسكرية والتدريب العسكري للضباط والجنود فضلا عن العتاد والتعاون على مستوى الخدمات الخاصة. تصاعدت حدة التوتر بين أنقرة وواشنطن بسبب العملية التركية في شمال سوريا، حيث اعترضت تركيا على مضمون بيان البيت الأبيض حول الاتصال الهاتفي الذي جرى أمس بين الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب. وأعلن البيت الأبيض أن ترامب حث تركيا على وقف التصعيد والحد من أعمالها العسكرية في عفرين والتي دخلت يومها السادس، معبرا عن قلقه من أن الهجوم قد يسيء إلى عملية مكافحة الجهاديين. بدوره هاجم رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم قيام واشنطن بتقديم دعم لمنظمات إرهابية، معتبرا أنه لا يمكن قبوله.
وصل الوفد الحكومي السوري برئاسة بشار الجعفري للقاء المبعوث الدولي ستيفان ديمستورا في إطار جولة جديدة من مفاوضات السلام السورية بين الوفد الحكومي والمعارضة في فيينا برعاية أممية. وتأتي هذه الجولة التاسعة من المحادثات بعد نحو شهر من فشل جولة محادثات سابقة عقدت في جنيف. هذا وسيعقب المحادثات التي ستجري الخميس والجمعة في فيينا مؤتمر سلام يعقد في منتجع سوتشي الروسي في 29 و30 من كانون الثاني يناير بمبادرة من روسيا وإيران وتركيا. بدوره صرح رئيس هيئة التفاوض السورية نصر الحريري عشية بدء المحادثات إن هذين اليومين سيكونان اختبارا حقيقيا لجدية كل الأطراف لإيجاد حل سياسي. قلت وأقول الآن بأنه لم نتخذ قرارا نهائيا من سوتشي بعد، لأنه لم تكن هناك سابقا معلومات واضحة عن سوتشي، ونحن بحاجة إلى قراءة الصورة بشكل كامل. وأعتقد أن التطورات التي ستحدث خلال اليومين الماضيين من استعداد كل الأطراف للدخول في مفاوضات حقيقية سيكون لها تأثير كبير في قرارنا. ولابد للمجتمع الدولي عموما وللدول الضامنة في اتفاقيات خفض التصعيد بشكل خاص من الوفاء بالتزاماتها، ودعوة النظام إلى الالتزام باتفاقيات خفض التصعيد. وجميعكم يشاهد بأم عينيه ما يحدث من قصف همجي بربري على الغوطة الشرقية يستهدف المدنيين، وكذلك حالة كارثية الآن يمر بها أهلنا في إدلب. نعم، وللحديث أكثر في الملف السوري ينضم إلي عبر الخط الهاتفي المعارض السوري دكتور أسامة صالح. دكتور مرحبا بك أولا. يعني منبج دكتور تعوج في القوات الأمريكية، هل نحن بصدد مواجهة تركية أمريكية في الميدان السوري هناك؟ أولا صلى الله مساك مساء لكل المتابعين. سيد الكريم، أي قتال لا يستهدف نظام الأسد لا يعول عليه، وهذا يؤدي لمزيد من الانقسامات والتحزبات اللي تضعف الثورة السورية ضد هذا النظام المزعج. إذا كنا ضد الأحزاب الكردية الانفصالية، فهذا لا يعني أننا مع الهجوم التركي على أفرين. يكفي ولا نريد مزيد من الانقسامات لتصفية حسابات ليست حسابات سورية بين الأكراد والأتراك في سوريا. معركتنا الكبرى والأهم بشكل عام هي مع النظام نفسه اللي عم يقصف الشعب السوري بالغوطة وإدلب وحلب ودير الزور ورقة وكل المحافظات السورية، بيتعرض يوميا لقصف من روسيا وإيران وميليشيات ما أنزل الله بها من سلطان. أما بالنسبة لأمريكا، فأمريكا يهمها مصلحتها الشخصية قبل كل شيء، وهي تخشى أمريكا طبعا تخشى توسع المعارك في أفرين أو المنطقة اللي هي قريبة من منبج، ومنبج كما نعلم أو كما تعلمون موجود فيها متواجدة فيها القوات الأمريكية وبشكل قوي ومسيطر جدا. فهي تخشى التوسع هذا، وهي تستخدم الأكراد لحماية مصالحها، وهي البيادق الوحدات الحماية الكردية هي عبارة عن بيادق بأيدي الأمريكان لتحمي مصالحها ووحداتها أو بالأحرى قواعدها في أي منطقة على الجغرافيا السورية. نحن بشكل عام لا نريد أي أن نكون أداة بيد أحد، ولا نريد أن تستثمرنا لا تركيا ولا أمريكا ولا أي جهة أخرى. نريد الحرية يصعب الحديث عن هذه الأمور، أن غير إمكانية أن تكون اليوم المعارك في أداة على أرض سوريا، يعني يصعب وصفها بهذه الطريقة. كيف ترى تأثير معركة عفرين على مؤتمر سوتشي سيدي، وخصوصا على حضور الأكراد؟ المعركة هي أصلا لإقصاء الجانب التركي من سوتشي. طبعا سيد الكريم، سوتشي بالنسبة لأغلبية الشعب السوري اللي مطالب بالحرية، سوتشي هو عبارة عن خيانة لمطالب الشعب السوري، يعني هذا شيء أكيد. من يقرأ بنود مؤتمر سوتشي يرى أنها كلها تسعى لتكريس بقاء النظام، وهذا يعني إلغاء وإقصاء الشعب السوري اللي صار طلبا في تغيير وإنهاء هذا النظام المستبد لمدة عقود من السنوات. وكأنه يا أبو زيد ما غزيت، وكأن من أعد بنود أو الشخص اللي أعد هالبنود هاي، وهي عم يقولوا أنه إشراف روسي وإيراني وتركي، اللي أعد هالبنود هاي هو نفسه اللي كان يعد مؤتمر قطر الحزب البعث
سابقا ولا تختلف عن البنود نهائيا، وكأننا نقلنا المطعم القطري إلى سوسي. وهذا للأسف الشعب السوري ممتازين وغاضب جدا من هذه المساومات اللي عم تجري بسوسي. ومؤتمر أو بالأحرى التحضير في فيينا لهذا الأمر وما هو إلا تكريس ومحاولة لم أكبر أو حشد أكبر عدد أو أعطاها نوع من العملية والإسرائيلية على الأرض، ولم العالم أو استعطاف الناس أو استدراج الناس لحتى تأيد هذا المؤتمر طبعا عن سابق دراية. وكلهم بالمؤتمرين رايحين هم ينفذوا أجندات لأشخاص داعمين منهم. وهيئة التفاوض تظن أن روسيا قد تغير رأيها، ولكن هذا لن يحصل، فهي داعمة لنظام المجرم بشار وليس للشعب السوري، وهي عند بقاء بشار أهم من بقاء باقي الملايين السوريين. فهذا التعويل على 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 سوسي هو خطأ كبير جدا وانحراف جدا عن مسار متطلبات الشعب السوري. الدكتور المعارض السوري أسامة صالح من السويد، شكرا جزيلا لك. 12 عاما مضت على فوز حركة حماس في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني، ما شكل حينها تغييرا جذريا في شكل القيادة الفلسطينية وتحدياتها. المزيد في التقرير التالي. 12 عاما مرت على فوز حركة حماس في أول مشاركة لها بانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني، لأن الكثير يرى أن حماس لم تنجح في المزج بين الحكم وكونها حركة مقاومة، ما أدى إلى نشوء انقسام فلسطيني داخلي نتجت عنه سلطتان، إحداهما في الضفة الغربية والأخرى في قطاع غزة. هذا الشعب اللي حبها واللي انتخبها لأجل المصلحة العامة، لأجل إنه حياة كريمة، لأجل الإصلاح والتغيير، هو الشعار رفعته حماس، ولكن لم يحدث هناك لا إصلاح ولا تغيير. في الفترة الأخيرة وبعد توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية تحت الرعاية المصرية، وفي ظل توتر العلاقة بين حماس وإيران والتي تعتبر الداعم والحليف الأكبر لها ولجناحها العسكري، وبعد الضعف الذي مرت به الحركة وانقطاع علاقاتها مع العديد من حلفائها، ضعف أعاد حماس إلى الحضن الإيراني، عادت العلاقة بين الطرفين إلى مجراها الطبيعي. تمثل ذلك في توجه وفود حمساوية إلى طهران والتي أعربت عن استعدادها الكامل لدعم حركة المقاومة. يعني هي جزء من الرسائل التي ترسلها حركة حماس أنها لن تنهي تحالفها أو علاقتها مع إيران في الوقت الذي هي تذهب إلى مصالحة داخلية فلسطينية وتتوجه إلى مصر بالمعنى السياسي وبالمعنى الميداني، وهذا تريد من خلاله أن لا تفقد حلفاء الأمس من ناحية، وأيضا تبقي على شعرة معاوية مع الأطراف العربية الأخرى أو التحالفات الإقليمية الموجودة في الإقليم. على الرغم من الضعف الذي تمر به حركة حماس، إلا أن إسرائيل وحسب ما يرى كثيرون تتجنب مواجهتها في الوقت الحالي خشية من حرب من جبهات عديدة قد تستنزف إسرائيل وتجرها إلى مربع لا تود الانجرار إليه. نعم، وإلى شأن منفصل، نفت حركة حماس مساعيها لتشكيل قوة عسكرية بالجولان السوري بناء على توجيهات من إيران. وقال القيادي في الحركة مشير المصري في حواره لصحيفة القدس العربي إن حركة حماس مستقلة بقراراتها ولا تتلقى أوامر من أي جهة إقليمية أو دولية، وأنها تتعهد بنهجها القائم على إبقاء عملها العسكري ضد الاحتلال وداخل الأراضي الفلسطينية. وأضاف المصري أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس سياسة الدجل السياسي والتضليل الإعلامي في محاولة لخلط الأوراق في المنطقة على حد قوله. أوصى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيخاي مندلبلت بشرعنة البؤرة الاستيطانية حافات جلعاد غرب مدينة نابلس في الضفة الغربية وجعلها مستوطنة معترفا بها. وقالت صحيفة هارتس الإسرائيلية أن هذه التوصية التي ستصوت الحكومة الإسرائيلية عليها في الأسبوع القادم جاءت ردا على طلب تقدم به وزير الأمن الإسرائيلي فيكتور ليبرمان لتحويل البؤرة إلى مستوطنة، وذلك في أعقاب تنفيذ عملية إطلاق النار على مدخلها ومقتل أحد المستوطنين.
يذكر أن البؤرة الاستيطانية حفاد جلعاد قائمة على أرض تتبع لخمس قرى إلى الجنوب الغربي من مدينة نابلس. اعتقلت القوات الإسرائيلية اليوم 14 فلسطينيا خلال عمليات دهم وتفتيش في الضفة الغربية بدعوى أن المعتقلين مطلوبون لأجهزة الأمن الإسرائيلية وإحالتهم للتحقيق لدى الجهات الأمنية المختصة. في غضون ذلك يواصل الجيش الإسرائيلي وللأسبوع الثاني حالة الاستنفار الأمني في جنين ومنطقة وادي برقين بحثا عن أحمد جرار الضالع في عملية نابلس التي أسفرت عن مقتل مستوطن. أظهر استطلاع للرأي العام أجره المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمساحية في رام الله ومركز تامي شتاينتس لأبحاث السلام في جامعة تل أبيب. نشر اليوم بين الفلسطينيين والإسرائيليين تراجع التأييد في كلا الجانبين لحل الدولتين إلى دون النصف، فيما جاء التأييد لحلول أخرى أضعف من التأييد لحل الدولتين. المزيد في التقرير التالي. منذ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة إسرائيل وبصيص الأمل لحل الدولتين يتخافت رويدا رويدا لكل من الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وفقا لاستطلاعات الرأي التي جرت بعد هذا القرار، حيث من بين الفلسطينيين فقط 46% يؤيدون حل الدولتين، معطى انخفض نسبته ب6% منذ قبل نصف العام، وهي النسبة ذاتها بين صفوف الإسرائيليين الذين يؤيدون دون أحل الدولتين، حيث شهدت انخفاضا بنسبة 1% منذ قبل نصف عام. ومن بين الفلسطينيين 26% فقط يعتقدون أنهم بحاجة للتوصل إلى اتفاق سلام مع الإسرائيليين، انخفاض كبير منذ قبل نصف عام عندما اعتقد 45% من الفلسطينيين أنهم بحاجة للتوصل إلى اتفاق سلام. ومن بين صفوف الإسرائيليين يوجد أيضا انخفاض، حيث يعتقد 38% فقط بأنهم بحاجة للتوصل إلى اتفاق سلام مقابل 45% منذ نصف عام. كلا الجانبين يظهران تصلبا في السلوك ويفضلان الحلول العسكرية بدلا من اتفاق السلام، وهذا بتأثير المجتمع بشكل كبير. أما على الجانب الفلسطيني فإن صعود ودعم انتفاضة مسلحة يعكس بشكل مباشر اليأس الذي حل بالمفاوضات في حل الدولتين في الأيام التي تلت إعلان ترامب. فضلا عن ذلك يوجد ارتفاع بتأييد الكفاح المسلح في كلا الجانبين، حيث من بين صفوف الفلسطينيين 38% يؤيدون الكفاح المسلح مقابل 21% منذ نصف عام. وبين الإسرائيليين يوجد ارتفاع بنسبة 7%، حيث يؤيدون 19% الكفاح المسلح في يناير كانون الثاني 2018. ويبدو أن واحدة من المشاكل الرئيسة لحل الدولتين توسع المستوطنات، حيث يعتقد 60% من الفلسطينيين أن حل الدولتين ليس ممكنا عقب ذلك مقابل 46% من الإسرائيليين. السبب الرئيس هو عدم الثقة في الجانب الآخر، لأن أقل من خمس اليهود الإسرائيليين يثقون بالفلسطينيين، و9% فقط من الفلسطينيين يثقون بالإسرائيليين. وللمزيد في هذا الشأن ينضم إلي عبر الخط الهاتفي أمين وعامل المبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي. دكتور مرحبا بك. أولا، يعني تتزايد التقديرات الفلسطينية والإسرائيلية بتراجع فرص وأمال تطبيق حل الدولتين كخيار كان سائدا طيلة أكثر من عقدين من الزمن، كيف أثر الموقف الأمريكي الأخير على هذا الاستطلاع؟ طبعا الموقف الأمريكي الأخير يعني أنه الولايات المتحدة تقف إلى جانب إسرائيل بالكامل وتقدم الغطاء لعملية تدمير إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة، وهذا يعني قتل حل الدولتين بالاستيطان، بالتوسع الاستيطاني، بالتهويد، بالضم، وأيضا بإخراج قضية القدس حتى من طاولة المفاوضات، وكذلك طبعا قضية اللاجئين. بالتالي موضوع حل الدولتين أصبح مشكوكا فيه بشكل كامل، وهذا لا يترك خيار أمام الفلسطينيين إلا أن يقولوا لإسرائيل البديل الوحيد لحل الدولتين ليس نظام الأبرتايد والتمييز العنصري الذي قمتم بإنشائه والاحتلال الدائم والمستمر، بل حل واحد اسمه الدولة الواحدة الديمقراطية التي لن تكون يهودية ويتساوى فيها الجميع في الحقوق المدنية والقومية، ويمكن أن يكون رئيسها فلسطين.
هذا ما إذا كان هذا ما يريدونه فليكن، ولكن هذا سيكون طريق طويل فيه معاناة كبيرة للجميع. هل ترى أن هنالك دعم دبلوماسي اليوم دكتور لهذه الفكرة؟ يعني هل هنالك دعم دبلوماسي لقضية حل دولة واحدة على أرض الواقع؟ الآن الجميع يريد إنقاذ حل الدولتين، ولكن الجميع لا يقوم بالجهد المطلوب لإنقاذ حل الدولتين، هذا هو التناقض القائم. حتى يكون إنقاذ لحل الدولتين يجب على الدول أن تتبنى مبدأ المقاطعة لإسرائيل وفرض العقوبات عليها، وبالتالي هذا هو المخرج الوحيد إذا أردنا أن نرى إنقاذا لحل الدولتين. إنما طبعا إذا مات حل الدولتين فسيكون هناك صورة واضحة، نظام أبرتايد، هل يمكن أن يقف العالم إلى جانب نظام أبرتايد؟ مستحيل، وبالتالي سيكون الضغط الدبلوماسي والدولي والشعبي والتضامني في اتجاه إنهاء نظام الأبرتايد وإنشاء نظام دولة واحدة ديمقراطية، ما في حل آخر. هذا على الصعيد يعني الدبلوماسي الخارجي، ماذا عن الصعيد الفلسطيني الداخلي؟ هل سياسة القيادة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية دكتور كان لها دور في نتائج هذا الاستطلاع؟ لا، الفصائل الفلسطينية معظمها حتى حماس انضمت مؤخرا إلى هذا الاتجاه هو القبول بحل الدولتين وقيام دولة فلسطينية مستقلة، ولكن إسرائيل تقتل هذا الحل كل يوم. يعني المبدأ الذي قام عليه اتفاق أوسلو وما يسمي بحل الدولتين كان مبدأ أنه ممكن إيجاد حل وسط بين الفلسطينيين والحركة الصهيونية. الحركة الصهيونية قالت كلمتها، لا حل وسط معكم. نفتالي بنت يقول لا مكان لدولة فلسطينية، ليبرمان يكرر نفس الكلام، نتنياهو أيضا يقوله، وبالتالي أصبح الأمر واضحا، لا يوجد حل وسط. إذا ما كانش في حل وسط إذا لن يبقى أمام الفلسطينيين إلا أن يصمدوا في أرضهم ويكافحوا ضد منظومة الأبرتايد ويطالبوا بدولة واحدة. لذلك التحول في الرأي العام يجري بسبب ما قامت به إسرائيل وليس لأن، ولكن هناك نقطة يجب أن تكون واضحة، الجانب الفلسطيني لن يعفي إسرائيل في أي لحظة من اللحظات من مسؤولية قتل حل الدولتين إذا قتل هذا الحل. نعم، أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية دكتور مصطفى البرغوثي، شكرا جزيلا لك. أثرت قصيدة كتبها الفنان الإسرائيلي يوناتان جيفن عن المعتقلة الفلسطينية عهد التميمي خلافا واسعا بين وزير الأمن الإسرائيلي والفنان الأخير بعد مطالبات سياسية إسرائيلية بإيقاف عرض أغانيه في المحطات الإذاعية. الحرب الإعلامية بين الساسة والفنانين الإسرائيليين في أوجهها جراء القصيدة التي تحدثت عن الشابة عهد التميمي التي كتبها الفنان الإسرائيلي يوناتان جيفن، وفي أعقابها طالب كل من وزير الأمن أفيغدور ليبرمان ووزيرة الثقافة والرياضة ميري ريجيف بإيقاف أغانيه في المحطات الإذاعية لمقارنته بين فلسطينية ويهوديات حاربنا النازية على حد تعبيرهم. وباسم الصديق وقت الضيق، حاول الفنان الإسرائيلي جيديغوف الدفاع عن صديقه جيفن بإهانة لهجة ليبرمان الروسية، ما أغضب الروس القادمين الجدد لتبوء محاولة جوف بالدفاع عن صديقه بالفشل ويقدم اعتذارا رسميا. من الصعب أن نسمع أي شخص يقول شيئا من هذا القبيل، أعتذر عن الفظاعة والجهل والعنصرية والخداع، ولكن في النهاية شخص مع لهجة روسية مهاجر جديد يدعي أن يوناتان جيفن مضطهد لإسرائيل، إنه يؤلمني. وما زاد الطينة بالله قيام صفحة جوف بكتابة تعليق على صفحة فيسبوك لشباب إسرائيل بيتانو التابعة لحزب إسرائيل بيتانو، كتبت فيها على لسان جوف: أنتم حزب فاشي وشباب ضائعون، ومررتم في طفولتكم كثيرا من غسيل الدماغ. وفي أعقاب ذلك اضطرت صفحة جوف أن تنشر على صفحتها بأن من قام بالكتابة أعلاه ليس جوف، ولكن كتبت من قبل مدير الصفحة بمبادرة منه، كتب بالخطأ دون إذن من حساب جدي جوف الذي لم يكن له علم بذلك. وللدفاع عن والده كتب الفنان أفيف جيفن لليبرمان على صفحته الرسمية في فيسبوك: إن ليبرمان بطل فقط بالكلام، ولطالما سيشغل منصب وزير الأمن باستطاعة إسماعيل هنية وأغاني والده النوم بارتياح، لتقوم ريجيف بمعاقبته وحرمانه من المشاركة في أداء حفل استقلال إسرائيل في عامها 70 وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية. نعم، وللحديث أكثر في هذا الشأن ينضم إلي الزميل الصحفي كيد أبو لطيف.
مراسل الشؤون الثقافية كايد، كيف تقرأ هذا الهجوم من قبل أساس الإسرائيليين اليمنيين على الفنانين اليساريين؟ وأين هي حريات التعبير التي تتغنى بها إسرائيل والديمقراطية التي تتحدث عنها؟ الحقيقة ما نشهده هو التصريحات الأخيرة ليوناثان جيفن وكل الردود الفعل التي كانت ككرة الثلج التي تدحرجت من فنان لفنان. الجو العام هناك استياء من الفنانين، هناك استياء من المثقفين الذين لا يتحدثون صراحة عن ما يحدث في البلاد، والبلاد تمر بالعديد من الأمور التي يجب على الفنان والمثقف أن يقول كلمته. عندما كتب يوناثان جيفن عن عهد التميمي التي هي عبارة عن أيقونة فلسطينية ووضعها بخانة مع الأيقونات الإسرائيلية، ونحن على عشية اليوم العالمي لذكرى المحرقة الهولوكوست، فقرنها بحانا هينش وآنا فرانك وقال هي داود الذي صفع جالوت، بمعنى أن هذا الحديث نحن نعرفه منذ زمان ومدة طويلة. يوناثان جيفن عندما تولى نتنياهو ولايته الرابعة في 2015 قال هذا يوم النكبة للشعب الإسرائيلي ولكل من يطالب وينادي بالسلام، ولكن ليبرمان هو يقول الكلام هذا عن إذاعة الجيش لأنه في المحصلة الميزانية للإذاعة هي من خزينة الجيش وهو الذي يقوم بدعمها، والرد كان صريحا من مندلبليت عندما قال أنه لا يمكنك أن تتدخل في شؤون الفن والفنانين. واليوم الافتتاحية كانت لراديو الجيش أنهم أسمعوا هذه الأغنية. زميل كايد أبو لطيف، يعني طول الحديث في هذا الشأن، أشكرك جزيل الشكر مراسل الشؤون الثقافية، وبهذا يعني تنتهي نشرتنا المسائية. للمزيد تابعونا على i24news.tv وصفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. دمتم مساءً.